اللي اقول لك يا ماكوت، ايه افضل دهان لقراميط الفيلن عشان واحد معرفة كده؟ بص يا عم منير، عندي ليك افضل منتج مش بس كلون، لا ده كمان هيعزل القراميط من كل العوامل الخارجية، وده لانه مش بيستخدم لدهان القراميط بتاع الفيلل بس، لا ده كمان ممكن يترش على كل اسطح مواد البناء زي الجبس والطوب والخرسانة والخشب وكمان المعدن، وبيقوي اي حاجة يترش عليها وبيحميها ضد كل العوامل الخارجية. عايز تفهمني يا اسطى ماكوت ان في دهان بيعمل ده كله ليه؟ سحر؟ لا مش سحر يا عم منير، ما هي الحكمة انك تختار المنتج الصح من مكان الصح. بقول لك يا اسطى ماكوت، اقنعتني، لا يمني عليه. المنتج عندي في شركتي سي ام بي كيماويات البناء الحديث. يا ترى عرفتوا المنتج اللي هيحمي القراميط وكل اسطح مواد البناء؟ اديكون ولا كينستون ولا كينجتون؟ لو عرفتوا المنتج ادخلوا على اللينك ده وقولوا لنا الحل.